بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير من هنا من أرضية ميدان القابل لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن التحدي. هذه الشارة المقدمة من صندوق الميدان وثاني محطاتنا لهذا الموسم، نتمنى التوفيق للجميع. 1200 هي مسافتنا المقررة من قبل اللجنة المنظمة لهذا الميدان مباشرة مع المركز الأول في مقدمة هذا الشوط اللي انطلقت هنا مع المركز الأول بقيادة أيضا هناك هذبة سالم بن حمد بن شطيط الوهيبي من يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني لاحظ القدوم مع المركز الثاني الظبي سالم بن محمد بن حميد المالكي على المركز الثاني، أما في المركز الثالث القدوم من الأسماء المشاركة والتدخلات هناك من سجا ناصر بن محمد الوهيبي. هذه النتيجة إلى أيضا أربعة مراكزنا الأولى المتقدمة ولكن هذبة نحو المركز الأول صاحبة الشوط الأول في الأسبوع الماضي تضيف الإنجاز والسيناريو من جديد مع المركز الأول في شوطنا الأول، لكن روح والخوف اللي قادمة على المركز الثاني سجا، سجا على المركز الثاني اللي تقدمت ما شاء الله تبارك الله. هذه سجا أيضا مع المركز الأول ولكن هذبة، هذبة ولا سجا، هذبة ولا سجا، هذبة ولا سجا، سجا هذبة 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 ما تسلم المهمة. تهانينا والناموس لسالم بن حمد بن شطيط الوهيب المركز الثاني سجا، أيضا ناصر بن محمد الوهيب المركز الثالث بشعار محمد بن ناصر الدويكي. تهانينا والناموس مالك هذبة على هذا الإنجاز وتضيف الإنجاز الثاني. دقيقة 43